بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم، مع حضراتكم علاء السعيد، أستاذ دكتور علم الطحالب بجامعة الإسكندرية، ومعار حاليا إلى جامعة القصيم. الفيديو ده مهم جدا حقيقة، جدا جدا جدا. مجرد بس تنبيه وتنويه، لأن ممكن أنا أقع في نفس الخطأ، يعني اللي هو إيه الخطأ ده؟ اللي هو عند ترتيب الأسماء الطلاب في كشف الإكسل أو الوورد أو في أي كشف، فبيكون على النحو التالي. احنا عندنا بيبقى فيه عمود على يمين، انا عامل تظليل طبعا عشان السريه بتاعت اسماء الطلاب وارقامهم الجامعيه، بيكون فيه الاسم الاول وفيه اسم العائله وهكذا، وده تم شرحه في فيديو سابق. الخطوه اللي بركز عليها هنا هي الترتيب. احنا عندنا هنا العمود الاولاني مثلا بتاع اسم الطالب، احنا خلاص حطينا اسم الطالب في الاول، اذا كان اسم العائله فبنحط اسم الطالب المهم، وده في الفيديو السابق. طيب هنا بقى مهم نيجي نعمل ايه. الحقيقه مهم جدا ان احنا ننتبه ان العمود ده مش لوحده، يعني اسم الطالب الاولاني ده قدامه اسم العيله بتاعه، قدامه رقم الجامعي، قدامه الدرجه بتاعته. لو انا قعدت ترتيب الاسماء اللي في الكشف العمود الاولاني ده بس، يبقى ممكن الاسم اللي هيطلع لي في الاول مش هو ده اسم العائله بتاعه، ولا ده رقمه الجامعي، ولا دي الدرجه بتاعته. يبقى عشان الترتيب يكون مظبوط، يبقى وانا برتب الكشف ابجدي، لازم الكشف ده العمود ده بيترتب لوحده؟ لا، يترتب وكل العواميد المرافقه ليه. ده بيتم ازاي؟ بنضغط على رأس العمود بالشكل ده هنا كده، بنضغط على رأس العمود بزر الفأرة. طيب وبعدين هنروح للعلامة دي اللي هي sort and filter، وبعدين هنيجي بعد كده نروح نضغط عليها، فهيظهر لنا الاختيار ده. هنلاقي هنا من السهم الصغير ده هنلاقي في عندنا هنا بترتيب ايه تنازلي من الايه للزي، ده مهم جدا جدا جدا. يبقى بنختار الاختيار الاولاني، تمام. طب وبعد كده اهو ده بقى الخطوه المهمه جدا اللي هي ايه، بيسالني بيقول لي انت محدد العمود الاولاني، ارتب العمود الاولاني بس ده الاختيار الثاني وعشان كده هو مش عامل عليه لان مش منطقي، ولا expand the selection يعني اوسع النطاق الترتيب، يعني اغير العمود الاولاني ارتبه وارتب كمان الحاجات المرتبطه بيها، وطبعا هو ده المنطقي. فبيتم الاختيار ده وبنضغط على sort، وبالتالي بيكون تم الترتيب بطريقه صحيحه عشان نضمن ان كل اسم طالب قصاد العائله بتاعته قصاد رقمه الجامعي قصاد الدرجات بتاعته ما اتغيرتش، فبيعيد الترتيب كله مع بعض. إن كنت أحسنت فمن الله، وإن كنت أخطأت أو نسيت شيئا فمن نفسي.